السلام عليكم. بعد أن صاغ الغاز المسيل للدموع منعطفات المشهد السياسي العراقي في عاصمة ووسط وجنوب البلاد، يواجه العراقيون الذين ينادون بحقوقهم المعيشية في السليمانية ذات الغاز في مشهد إعادة صورة تشرين للمواجهة في عام 2019، هذه المرة في جبال إقليم كردستان. وما بين توصيف سياسي للحراك الشعبي وعده صرخة ضد عبث الخلافات ما بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان بحقوق مواطني الإقليم، تتحرك التصورات حول ما دفع الكثيرين من مواطني سليمانية ومدن الإقليم الأخرى للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد سياسات الأحزاب الفاعلة وحكومة الإقليم. وعلى الرغم من أن الشعارات والمطالب لم تتجاوز حل المشكلات الاقتصادية والمعيشية للعراقيين هناك الذين عبروا بطرق متعددة عن قسوة ما يعيشون منذ مدة ليست بالقصيرة، إلا أن الدعوات لربط موظفي الإقليم بحكومة بغداد مثلا وغيرها، هنالك من رآها تحولا في المزاج السياسي الشعبي لمواطني الإقليم وتنم عن توجهات لخصوم الأحزاب الكبيرة هناك. وفي تغطيتنا لهذا الأسبوع سنسأل: تظاهرات السليمانية مطلبية اتهمت بالتسييس أم سياسية بشعارات مطلبية؟ وهل استعمال الردع ضد هذه التظاهرات هي هاجس شمالي من النموذج الجنوبي؟ وكم ستساهم هذه التظاهرات في صياغة مسار مغاير لمفاوضات بغداد أربيل؟ هذه الأسئلة وكل ما يتعلق بها سنطرحها على ضيوفنا في هذا الأسبوع. هنا في الاستوديو النائبة مياد النجار، وهي عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. يا مرحبتين سيادة النائبة. والأستاذ حمزة المصطفى الكاتب والصحفي، أهلا ومرحبا أستاذ حمزة. وسيكون معنا عبر الهاتف النائب سيروان بابان، وهو عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الجيل الجديد. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. سيدة ميادة، خلينا نبدي بالأسئلة الكبيرة اللي طرحت حول رد الأجهزة الرسمية في السليمانية وفي الإقليم عموما على التظاهرات. جميعكم تتفقون على أن المواطنين، أن الموظفين خاصة في الإقليم، منذ فترة يعانون بسبب قصة الرواتب، بسبب الأزمة الاقتصادية هناك. رغم ذلك بمجرد أن خرجوا ليطالبوا بحقوقهم وجهوا بغاز مسيل للدموع، وهنالك مقاطع فيديوية وتصوير يثبت حتى عنف استعمل. لماذا الحكومة هناك عنيفة مع من يتظاهر بحقه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. على مشاهدي الكرام وعلى حضرتك وعلى ضيف الكريم. طبيعي التظاهر حق من حقوق الفرد أينما كان المواطن، سواء كان في العراق أو في إقليم كردستان أو في أي بلد من البلدان، وخاصة في العراق بموجب الدستور العراقي التظاهر حق شرعي. وأحنا كحكومة إقليم كردستان وحزب الديمقراطي الكردستاني نؤيد وندعم المتظاهرين، ولكن مظاهرات سلمية. إذا لما أنزل في الشارع أطلب حقوقي، وليس أنزل للشارع أحرق مقرات أو أحرق مؤسسات حكومية، وخاصة في هذا الوقت إحنا في أزمة اقتصادية. والمطلب حرقت مقرات حزبية؟ أكيد قبل فترة حرقت مقرات حزبية، مقر حزب الديمقراطي الكردستاني أكثر من مكان. بسليمانية بأربيل ماكو شيء. نعم بسليمانية. وأكيد أكو، بس بيها رسالة من المواطنين، يعني ممكن تعبير عن غضب، عن موقف من البارتي، أن المواطنين يصلون إلى مرحلة أن يحرقوا حزب واحد من أعرق الأحزاب في الوجدان السياسي الكردي. مؤكد أن بس نقدر نقول أكو وراء هذا الحرق أو ليس تبريرا للحرق، بالنهاية الحرق مرفوض، لكن أكيد ممكن رسالة اجتماعية. أي رسالة نقدر نعتبرها رسالة، أو أكو أيادي خفية بحرق هذه المقرات وهذه الحركات. إذا نريد الحقيقة طبعا حكومة إقليم كردستان في أزمة مادية، وبعد أن رفض حكومة الاتحادية دفع رواتب الإقليم، دفع رواتب موظفي الإقليم، ليس الذنب الحكومة حكومة إقليم كردستان، الذنب ذنب حكومة الاتحادي. لم ينظر إلى إقليم كردستان وموظفي إقليم كردستان كجزء من الاتحادية. إذا الحكومة إذا يعني بحسب علمي، لأن حكومة الإقليم لم تلتزم بكل الاتفاق الذي أبرمته مع حكومة بغداد، يعني لم تلتزم. أوكي، في موازنة 2019 كان المادة أو الفقرة تقول إذا حكومة إقليم كردستان
سلمت 250 ألف برميل يوميا إلى سومو سيأخذ حصته 10 تريليونات تقريبا. وإذا لم يسلم 250 ألف برميل يوميا سيأخذ 5 تريليون، واحنا اخذنا 5 تريليون. يعني بغداد استقطع مبلغ عدم ارسال النفط، يعني واضح جدا. لا هو الاتفاق واسع، يعني قصه ال 250 الف برميل وفيها المنافذ الحدوديه وفيها عدد الموظفين وفيها التفاصيل كثيره، المطارات وغيرها. يعني اي بس كاقليم كردستان لما الكابينه الجديده تشكلت كابينه جديده، بعد يوم واحد يوم غد كان مسرور بارزاني زار بغداد مع وفد وزار واجتمع مع جميع القوى السياسية ومع أغلبهم تقريبا، واجتمع مع سيد الكاظمي للجلوس على الطاولة، لأن الطاولة أو الدستور العراقي هو الفيصل. لأن بين النقاشات أنا أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد عبر التليفونات أو عبر اتفاقات على أسس شخصية ما راح تنحل هذه المشاكل. طبعا لعلمكم هاي المشاكل مو بس مضرة لإقليم كردستان، مضرة لبغداد من الحكومة الاتحادية. ترى الحكومة الاتحادية بيها كل هاي المشاكل. كم من المشاكل ما قدرنا نحل، زين ليش القوى السياسية والحكومات واحد تلو الآخر مشغولين بتصدير الأزمات وبمناقشات وبحل حلة جميع الملفات العالقة بين إقليم وبغداد، بين إقليم وبغداد. نعم، فإذا حلينا هاي المواضيع بموجب الدستور وأعطينا كل استحقاقات الإقليم وكل استحقاقات الموظفين، وين المشكلة؟ راح نناقش هذه التفصيلات. بس خليني رحب مرة أخرى بأستاذ حمزة. أستاذ حمزة، التظاهرات السليمانية هي عدوى جنوبية في الشمال أم هنالك ما تأخر هناك والآن انطلق؟ نعم، اولا شكرا جزيلا لك استاذ حيدر والمشاهدين الكرام والسيده النائبه والاخ من اربيل. تحمل الوجهين معا. اولا التظاهرات بالتاكيد اكو عدوى مما حصل، ليس عدوى وانما حراك طبيعي. العراقيون سواء كانوا في الوسط او الجنوب او في كردستان او في المنطقه الغربيه هم كلهم يعني صدقوا بان الدستور يكفل حرية التظاهر بالطريقة التي صدقوا. نعم صدقوا. وبالتالي تظاهر أهالي المنطقة الغربية عام 2013 وكانت النتيجة واضحة، وأيضا اخترقت التظاهر. هي دائما تظاهراتنا تخترق. وفي تشرين عام 2019 حصلت تظاهرات كبرى يعني تعدت حدود التظاهرات، انتفاضة جماهيرية حقيقية بدليل الضحايا الموازين حوالي الضحايا وقلبت الموازين. الضحايا أكثر من 600 شهيد، أكثر من 20,000 25,000 جريح. هذه حروب ما يقع فيها هالقد ضحايا وقلبت الموازين، ولكن بطريقة ما كان ممكن أن تكون ثمنها هذا. يعني الحكومة استقالت، يعني يوم دول كثيرة يعني قطارين يصطدمون تسقط حكومة، في حتى في مصر، يعني مو في دول يعني كلش متقدمة في الراسخة في مصر الديمقراطية. ما يسقط رئيس جمهورية تسقط حكومة، لأنه هو أبسط أي احنا هم أجزاء. هم رئيس وزراء أقيل السيد عادل عبد المهدي. تغير قانون الانتخابات. ليش هو قانون الانتخابات يحتاج نقدم له 600 شهيد وأكثر من 20 جريح حتى نغير قانون يبدو الانتخابات؟ بالعراق نحتاج إذن بالعراق نحتاج يبدو. ليش أرجع إلى أن لأن صدقنا موضوع التظاهر السلمي، وعندما تخرج شوية يصل عنف معين من المتظاهرين تتحول القصة إلى ما تحولت إلى أجندات وجواكر ومدري شنو وكل هذه الأمور، وبعضها صحيح طبعا. لا هنا لا أقول أنه كلها خالية. ومثل ما صدقنا حرية التظاهر السلمي صدقنا أيضا حرية التعبير بدليل الدستور أيضا يضمن وفق المادة 38 حرية التعبير. لكن تعال شوف قانون جرائم المعلوماتية شبه من مصايب. يعني لو ماكو مادة تضمن حرية التعبير أحسن، حتى كان ما وصل الأمر إلى هذا القانون إلا إذا
إذا شرع بنفس آليات الآن ما نقدر. لا يعني أنا شخصيا ما أقدر، يمكن السيدة النائبة بعد حصانة ممكن تجي تحكي شوية، بس أنا ما أقدر أحكي يعني، لأنه هسه هذا الحكي اللي حكيته هو ممكن يحملني بعد 10 سنوات أنت بالسجن فبالتالي يعني إحنا مع الأسف من نحكي هذا الموضوع. يعني إحنا تحدثت السيدة النائبة عن من هو المحق الإقليم أو المركز. احنا يعني من 2003 اليوم هذا خليني اقاطعك لان هذا عمرنا واحنا بس نحكي عن حل. لا هذا راح افكك هوايه يعني، هو فرصه طيبه بس خليني انتقل لانه ضيفنا عبر الهاتف سيد سيروان بابان. مرحبا بحضرتك، اتمنى تسمعني. للاسف كان مفترض انه معنا انت بالصوت والصوره لكن لظروف سليماني. التظاهرات تجاوزت الحد المعقول إلها، تقول سيادة النائبة هنا أضرمت النيران في مقرات حزبية وفي مؤسسات، وهذا ما دفع القوات الأمنية هناك للتعامل معها بالغاز المسيل للدموع وبمقدار ما من الردع أو العنف. السلام عليكم. عليكم السلام. اولا هذه الاكذوبه من اللي تحدث بها بانه في مظاهرات في سليمانيه وفي كردستان قاموا متظاهرين بحرق عيشي؟ لم تكن هناك اي اعمال شغب في كردستان خلال هذه الاسابيع. اي شخص يقول عكس ذلك يكذب كذبه السوداء. انا من الاول يوم مع المتظاهرين والمحتجين، لم نستخدم حتى حجارة صغيرة ولم نستخدم حتى أي عبارة سيئة. وحاليا أنا أتكلم معكم في ناحية بيرامقرون 20 كيلومتر من سليمانية. المتظاهر أنا مع المتظاهرين، كما الخمس أيام الماضية كنت في سليمانية، ونحن الآن نتحدث معكم. المفروض أنا أتجه إلى أربيل لأكون ضيف معكم عبر الاستوديو، بس يعني اضطرينا بانه الاحتجاجات في ناحيه بيرامقرون اكبر من اي احتجاج رايناها. احتجاجات سلميه فقط قاطعين الطريق، وهذا حق مشروع ومدني لاي مواطن. واستخدام العنف مع المتظاهرين ومعي انا شخصيا لغاز مثيله للدماء، وهذه الغازات ليست مثيله للدماء فقط، هذه الغازات تؤثر على اعصاب البشر. هذا لا هذه الغازات لا تستخدم لاغراض المتظاهرين وانما ضد الارهابيين. فحكومه الاقليم تستخدم طلقات مطاطيه اضربوني فيها. وانا كعضو برلمان المفروض من واحد يسمع كلمه عضو برلمان له حصانه في البلد حتى خارج البلد. هؤلاء المتشردين عن قانون يسمون نفسهم رعاة او اعضاء من الامن الوقاية او اي امن شيء، هذول سراق تايبين من يعني متدربين يضربون النساء الصغار الكبار حتى الاعضاء البرلمانيين. القانون هنا قانون الغابة، والشارع تغلي غليان كبير. انا لضيق الوقت لا استطيع ان اكمل الحلقه معكم، واقول لكم المظاهرات في كردستان شبيه بالمظاهرات في بغداد تحت التحرير، تحيا سليمانيه واربيل ودهوك والرانيه وكلها. خلينا اسالك ما دام ما عندك وقت، بهذا الحجم التظاهرات في الاقليم واسعه وكبيره؟ بالتأكيد بهذا الحجم الشارع تغلي غليان، والحجم الذي تتصورونها في ساحة التحرير سوف الأيام القادمة إلا القمع العسكري الموجود في سليمانية وفي رانة وفي قلادة وفي بيرامقرون. يعني جايبين من كل هب ودب من القوات اللي أتى بهم قوتهم ومن كل الأسلحة، جايبين سيارات مصفحة فيها فرق مخابراتية واستخباراتية من كل مكان حتى يتعرفون على شكل المتظاهر أو القيادي. أنا أول أمس كنا مع المتظاهرين في سليمانية مظاهرة سلمية، أطلقوا النيران علينا وسبات كبيرة. هم أعضاء من الحكومة ومن الأمن اللي على سبيل المثال يسبون الأكبر وأصغر واحد في هذا البلد، لا يعتبرون أي شيء
فقط يبدون إخماد المظاهرات. إخماد المظاهرات تكون فقط عن طريق دفع الرواتب وشفافية في السياسة وكشف ما يبيعون النفط والأموال المسروقة للشعب الكردي، يعني اتفاق مع بغداد اتفاقا مبدي يفيد الشعب. بس خلينا أسألك عن ضرورة جدا عن تحديد هوية هذه التظاهرات، هل هي الشعب الكردي تحديد الهوية تتهم أنها مثلا بتحريك من يعني من تياركم من الجيل الجديد أو من الأحزاب؟ أنا مجد يا أخي اسمح لي دقيقة تفضل. أنا لا عندي تيار ولا عندي حزب ولا عندي رئيس ولا عندي أحد، أنا مستقل، وحتى حراس الجيل الجديد تركناها لأنه هو ذيل من أذيال الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. أي واحد يتهمنا بأي شيء خليه يروح يشرب من مي البحر يا أخي، من هذا الكلام الفارغ التافه كل مرة. أصلا هم جايبين ناس من خارج إقليم كردستان يضربنا، هذا الكلام من وين هو؟ لا من إيران لو من تركيا لو من العراق لو من سوريا، شنو من وين؟ قابل جايبيها من القمر. أنا عضو برلمان سيروان بابان مستقل فقط ومعارض لهذه السلطة لحد الدم. إذا البيت معاكم الكريمة أنا لا لم أسمع كلامها لأنه أنا باكم معاكم، إذا قالت عن المظاهرات أو عن أي شيء فهذه مردودة لهم، لأنه هم يستخدمون هذه الأساليب. أنا أعتذر إذا أقول كلام ما سمعت، بس عن لسان حضرتك وأنا أعرف الأساليب، أنه تخوين، أساليب التخوين. الناس جياع موظفين في هذا البلد لم يستمر راتبهم 8 أشهر، يعني شنو هالكلام الفارغ؟ كل ما تكون هناك كلمة بحق حقيقة، يعني مع الحقيقة وضد من يتحمل عدم تقاضي موظفي الإقليم؟ سيادة النائبة هنا تقول أن بغداد هي من تتحملها لأنها تتحملها. يضيق الوقت، تتحمل هذه المأساة الحكومة العراقية وحكومة إقليم سواتي، لأنهم أنا سميتها الثعلب وذيلها، لانهم الاثنين يكذبون على البلد كلها العراقيه. الحكومه المركزيه تكذب على الشارع العراقي، وحكومه الاقليم تكذب على الشارع الكردي والحكومه العراقيه. طيب لانه لا تملك وقت، فقط سؤال اخير، هل هنالك مثلا منع للتغطيه الاعلاميه؟ لانه ما تتحدث عنه من حجم التظاهرات وعمقها وقوتها لا يوجد له تغطيه اعلاميه كما ينبغي، هل الموضوع هنا؟ طبعا اليوم الأمس كانت مظاهرات وقمعوها ولم يستطيعوا بنيران، يعني أنا أتحدث عن نيران بالرصاص الحي؟ بالرصاص، كل الرصاصات الموجودة بالدنيا. أنا أرسلت قسم من هذه الرصاصات إلى ألمانيا لكي يفحصوها، قالوا هذه ليست لاستخدامات التظاهرات وليست استخدامات سلمية. أول شيء اليوم صحينا صبح، أنا رحت على المدينة في سليمانية في مركز المدينة، في كل شبر من سليمانية توجد عناصر أمن بالملابس المدنية والعسكرية، بحيث إذا امرأة كبيرة أو رجل كبير لديه تليفون هاتف خلوي بإذن يأخذون منه يقولون أنت تصور. تعتيم إعلامي شنو؟ هنا كارثة، هنا تحدث ما حدث أي أيام وآبان حزب البعث المقبور، نفس الشيء. أشكرك شكرا جزيلا، فقط لأنه حضرتك يعني لا تستطيع أن تكمل معنا، كان بالود أن تبقى معنا. سيد سيروان بابان كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. سيدة ميادة، الآن سياق الحوار كله سيتأسس على هذه المعلومات التي أفادنا بها ضيفنا، عنف يصل إلى مرحلة استجلاب قوات من خارج الإقليم، قسوة ضد تظاهرة كبيرة لا تقل عن تظاهرة تشرين 2019 في بغداد وفي المدن الوسطى والجنوبية. طبعا احترامي للمشاهدين الكرام ولجنابك الكريم ولضيفك الكريم، إذا هو شخص محترم ما يستخدم كلمة كذب، الكذب هو من دمهم يجري في دمائهم. اللي هم من أمة؟ اللي هو شو اسمه أصلا أنا ما أعرف، هذا من سيروان بابان اللي دائما يجون ويا هذه الأحزاب يأخذون مقاعد برلمانية ويستقيلون، وهذه الاستقالة من يعني حركة من حركاتهم الخائبة أسميها، حركات الجيل الجديد. نعم، من حركات الجيل الجديد الخائبة. نعم، إذا مو حركات الجيل الجديد مو كل واحد
يدخل للمجلس لأن ما عنده ثقة بالحزب اللي رشحه ويستقيل، يعني أصلا لا الحزب حزب مرموق، لا الحزب العالم عنده ثقة بي، عنده إيمان بهاي الحزب، ولا بالأشخاص بالشخصيات اللي هم يرشحوهم. زين، أول شيء ده يستخدم كلمة كذب وأكاذيب. أصلا عدد المتظاهرين جدا قليلة إذا نقارنها ويا بغداد، هاي أولا. ثانيا إذا رحتي بالسليمانية سيادة النائبة، كل المشاهد المظاهرات كلها منشورة على التواصل الاجتماعي، يقول أن هنالك تعتيم وأن هنالك منع حتى لاستعمال الهواتف، بعيدة كل البعد عن الصحة. هذول بس يصدرون أزمات، يأججون الشارع، ينقل عن نفسه يقول أنا نائب وأصبت بالغاز المسيل للدموع وأصبت بالرصاص المطاط. إيه هو كيف يعني، هو ما أعرف من يمثل أجندة من، دي يعمل على أجندة من، دي ينفذ أجندة من، هو بكيف يحكي ما يحكي. ولكن في المنشورات صور وفيديوهات المظاهرات منشورة على التواصل الاجتماعي. لكن في هذه الصور كذلك سيادة النائبة شاهدنا مثلا رصاص المطاط، شاهدنا غاز المسيل للدموع، شاهدنا ضرب متظاهرين بالهروات، بهذه الفيديوهات إذا كان العنف موجودة والرصاصات الحية موجودة، كم عدد الشهداء في إقليم كردستان؟ كم عدد الشهداء في سليمانية وفي قلادزي؟ هاي الكلام فقط تصدير الأزمات. جميل، خليني أقاطعك من بعد إذنك أستاذ حمزة، لأنه أنا كنت أريد أن أقول من حق الأطراف الأخرى التي جاء جواب السيدة النائبة عليها لها حق الرد. والآن سيد سيروان عاد بعد أن استمع لهذه الكلام للمشاركة. سيد سيروان، ما رأيك بما ردت به السيدة النائبة على ما قلت؟ طبعا بالتأكيد كل من يغني على ليلى في الآخر، كل الكلام مردود للسيدة المحترمة. بالتأكيد أنا أكرر بأنه الأساليب الأكاذيب التي تستخدمها السلطات القمعية كلمة بسيطة، لا تقاس المظاهرات أو القمع إلا ما تكون هناك شهداء. هي تريدنا نستشهد حتى الناس تطبق بينا؟ أنا عضو البرلمان، صوبت اليوم أمس وشفت كل الوكالات الأنباء العالمية والعربية كيف ضربوني على صبر، يعني إلا ما نموت يلا يعترفون بينا، يعني إلا ما تقتل لك واحد بالتأكيد بأنه هنا اضطهاد. ما أنا لحد الآن لا أفتهم السيدة ميادة تدافع عن السلطة في كردستان، ولحد الآن المظاهرات لا طالت فقط في سليمانية، أي تحت أيادي وسيطرة الاتحاد الوطني، فهي لماذا يعني متدهورة بهالشكل؟ خلت أصبر لما توصل المظاهرات للمنطقة التي هي أو حزب ديمقراطي سيطر عليها راح نشوف. هي حاليا أنت ترى أن التظاهرات فقط في مدينة السليمانية، لا توجد في الدهوك وفي أربيل؟ إذا لم تحل هذه المشاكل، إذا لم تحل هذه السياسات القمعية وسياسات تجويع الشعب الكردي من قبل بغداد ومن قبل إقليم كردستان، حكومة إقليم كردستان، بالتأكيد سوف تكون هناك مظاهرات، ويعني لا يغنون هذه الأغنية أيدي الخفية وأيدي هذا. أنا قلت واستنادا على كلامها، بالتأكيد أنا لا أكون عبدا للحزب. عندما أشوف الحزب اللي أنا أسسته مع أصدقائي يصيرون أداة بأيدي الأحزاب الكبيرة، الأحزاب اللي نحن حضرتك تقول أن تيار الجيل الجديد صار يعني ألوبة أو صار تحت يد حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي؟ شوف عزيزي، حتى يسمع المواطنين أو ينشاهدون، كل الأحزاب الكردية تابعة بشيء أو بآخر بطريقة أو بأخرى إلى السلطات، لأنه التجويع وزيادة الرأسمال للأحزاب تخلي بأنه كل حزب يخرج جديدا أو قديما تحت سيطرتهم، لأنه هو سياسة التجويع. شنو مع الأسف أكو كلمة يقول جوع هذا حتى يتبعك، هم يستسلمون على هذا السياسة، جوعوا الشعب حتى يتبعوهم، فهذه السياسة خاطئة. وأنا
يعني أنا بدراية كاملة، أنا سياسي أعرف كيف أتكلم مع حضراتكم، وحاليا أنا موجود في نص المظاهرات الموجودة في سليم هنية وفي كرمجروم. هل تسمعون أي شغب؟ هل تعرفون أي شغب موجود؟ يعني المظاهرات. طيب هو السؤال الرئيس، سؤال الرئيس يعني قصة الرواتب والأزمة الاقتصادية تضرر منها كل المواطنين في إقليم كردستان، لماذا التظاهرات فقط في سليمانية؟ هي شوف، شرارة المظاهرات وشرارة التظاهر هي حسب، يعني لماذا في بغداد وليس في نجف؟ يعني هذا السؤال يعني أنا لا أجد له مبررا. يا أخي شنو هذا السؤال؟ يعني في فيينا واحد يتظاهر إلا ما يروح على برلين يتظاهر؟ يعني مظاهرة، نحن نمثل كل كردستان، نحن نمثل في سليمانية، نمثل أربيل، نمثل دهوك، نمثل كركوك، نمثل كل مكان. هل تظاهر في ساحة تحرير أحد سأل بأنه ليش بيسموا ما تقومون بهذا؟ شنو هالسؤال؟ يعني هذا سؤال لتخفيف لا التظاهرات عندما تخرج الآن، عندما يكون تظاهرات مثلا في الناصرية فقط هنالك تفسير، عندما تكون تظاهرات مثلا في بغداد، ناصرية، عمارة، بصرة، في مدن الجنوب والوسط لها تفسير. هذا ما نسأل عنه، لماذا في السليمانية؟ إذن له تفسير، له أسباب. لماذا لا توجد تظاهرات في أربيل مثلا؟ وأربيل كذلك الموظفين في أربيل لم يتقاضوا رواتبهم، لأنه القمع في أربيل أكثر من في سليمانية، وسليمانية هي مدينة ثقافية لكردستان تعلمون جيدا. لا أريد أتكلم بهذا الموضوع لأن هذا الموضوع غير مجدي، وعذرا لهذه الكلمة. هذا التعبير أو هذا يعني ما أعرف شو أنا أوصفها. طيب. شيء لو طيب سيد بابان، أنت لماذا لا تبقى معنا؟ لماذا تشاركنا في الحوار؟ أنا باقي معكم. أنا طيب. باقي إذا أستأذنك أعود لأستاذ حمزة مرة أخرى، وأتمنى أن تبقى معنا. أستاذ حمزة، ما بين رأيين متناقضين، يعني ضيفين الكريمين وهما الآن موجودان معنا، أحدهما يذهب بها إلى أقصى اليسار ولا أقصى اليمين، كمراقب كمتابع بماذا تعلق على هذا، حتى على مستوى الحوار، هذا الاختلاف بل يصل إلى مرحلة الخلاف؟ نعم، هذا موجود في كل، مو بس بكردستان. هسه لو احنا نتحدث عن تظاهرات الناصرية وهم تجيب اثنين وأني موجود، هم نفس القصة، هم كل واحد عنده ما يدافع عنه، وقد يبدو كل واحد عنده رواية، وقد يبدو على حق، أخليها بين قوسين، ضمن مسار معين، على حق مو مطلق. وإذا تجيب نفس الشيء بالغربية هم نفس القصة في العراق كله. ليش؟ لأنه الخلل شامل. إحنا ليش مثلا إلا نسوي تظاهرات وندفع ضحايا؟ يلا مثلا الحكومة أو السلطة بشكل عام تقدم تنازلات. ممكن قد البعض يشوف السؤال ساذج، لأنه بالعالم موجودة هاي الظاهرة، التظاهرات، صناعة رأي عام، ضغط، ممكن. لكن الفرق وين؟ هناك مؤسسات تشتغل يعني بشكل صحيح، ممكن يتظاهرون على 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 شيء، يعني ما نريد نجيب أمثلة، ولكن على أشياء جدا بسيطة وشوفوها قصة. احنا جاي نتظاهر على أشياء يعني جوهرية مس حياتنا. يعني شنو مثلا واحد رواتب ما عنده صار له 5 أشهر، 8 أشهر بالراتب، زين، هاي المواطن من حقه، هو يتظاهر من حقه يسوي أكثر وأكثر، وهذا تتحمله السلطات. لماذا سياق الوصف للتظاهرات في السليمانية على الأغلب عند، خاصة عند، يعني عند مريدي هذه التظاهرات والداعين لها ومشجعيها، تشعر أنه أعلى من قصة مرتب ومعيشة؟ تشعر أن هنالك دائما، حتى الآن في حديث ضيفنا، هو غضب على السياسة، هو غضب، صحيح، غضب على السلطة. طبعا هذا هو الأصل، لا ليس غضب على العمل، غضب لا على ذات السلطة، على ذات الأحزاب. هو هذا، هي النقطة الأساسية. يعني شي تظاهرات تشرين كانت أكو مشكلة رواتب عندنا ب 2019، بدأت بفرص العمل وبالفرص الشهادات العليا وغيرها، لكن الآن الأمر اختلف. القصة تتعلق بالخلل اللي هو مبني على أساس السلطة اللي تم بناءها من 2003 على أساس المحاصصة، وهذه المحاصصة جعلت الخلل يتضاعف ويتراكم، وماكو حلول حقيقية. يعني الجماعة عندما تقاسموا السلطة بقت العلاج نفسه. يا جماعة نتحدث عن جماعة الإقليم وجماعة بغداد، نفس الشيء. يعني هسه لما نتحدث عن أي جماعة نفس الكلام ينطبق، لأنه مصطلح.
يعني الان ما يجري في اقليم كردستان هو نفسه ما جرى في عام 2019. اما ليش بالسليمانيه وهذا صحيح تحدث عنه الاخ النائب هو محق من هذه الناحيه، لانه القصه الرواتب وفرص العمل هي نتائج. لا هو يقول في اربيل هنالك هو انطى موضوع اربيل انه يقول القمع اكثر يعني، وسليمانيه مدينه مدنيه ثقافيه مش نقول حضاريه يعني بيها البيئه المجتمعيه بيها هي بيئه متمدنه ربما اكثر من مدن اقليم كردستان، ربما 6 ميادة تسعفنا في هذا الجانب، ولكن خلينا نقول هذا المبرر صحيح. فقصة التظاهرات هي ليست فقط من أجل الرواتب وإنما هي من أجل بسبب الخلل اللي فكرة حضرتك صارت واضحة سواء كان من في كردستان أو في بغداد. من بعد أنك أستاذ ميادة هكذا يقال بطريقة بشكل أو بآخر، لماذا لا تسمعون لشعبكم؟ لم يعد يعني إخفاء الرأس بالرمل يجدي نفعا، الناس غاضبة منكم، من السلطة، من الحكومة، من هيمنة الحزبين أو من هيمنة الأحزاب الكبيرة. هذا ما يقوله الناس عبر مطالباتهم بالمرتبات وبتحسين الوضع المعاشي. إذا الشعب الكردستاني غاضبين من حزب الديمقراطي الكردستاني، شلون حزب الديمقراطي الكردستاني أخذ 45 مقعدا في البرلمان الكردستاني؟ خاف أعلق وتزعلون، صدام حسين كان يأخذ 99.9. لا هاي صدام حسين غير، يعني تشبه حزب الديمقراطي الكردستاني. عفوا لا أشبه، لكن أقول نتائج الانتخابات هاي كلامك تعرف علي شلون أفسرها. الطلاب الصغار صف أول ابتدائي رابع ابتدائي لما يرسبون بالامتحانات يرجعون للبيت يقولون والله ماما بابا المعلم غدر بينا. ترى هذول همين اللي ما يجيبون أصوات يقولون أكو تزوير، مرة أكو تزوير، مرتين أكو تزوير. ليش هم ما سووا تزوير؟ يابا حزب الديمقراطي الكردستاني على مستوى العراق بأجمعه 25 مقعد، ولا حزب عربي عراقي جاب 25 مقعد بدون تحالفات وبدون ائتلاف. زين والشعب إذا غضبان وغاضب لهاي الدرجة شلون جاب هالمقاعد، هالعدد هائل من المقاعد، هل الأحزاب الموجودة؟ هذا الشعب غاضب الآن ويتظاهر ولافتاته فيها كلام وفيها لا شعار. هاي الكلام اللي يحجون بها الإعلاميين أو المعارضة، طبعا ماكو معارضة حقيقية في إقليم كردستان، لعد ما هذولي مو معارضين، هذولي بس يشتغلون ضد الإقليم، حاقدين على حكومة الإقليم، حاقدين على حزب الديمقراطي الكردستاني. بس خلي يضرر حزب الديمقراطي الكردستاني ما يخالف، خلي الشعب ما ياخذ راتب. أنا قلت ما أنا ما قصدت أقول ليش ما استشهد الشعب الكردستاني، لا أنا أقول إذا يستخدمون رصاصات الحية في كل الأماكن في المظاهرات، شنو يعني الرصاصات اللي كان يعني للسماء لو للقاع وين؟ يعني شلون ما انجرح واحد، ما انصاب واحد، ما استشهد واحد؟ هذا قصدي. يعني هاي الكلام مو مال معارضة، هاي الكلام ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني، لان شو الموضوع هذا الموضوع في السليمانيه سيده هو في السليمانيه تابع علما مو تابع الحكومه الاتحاد حكومه الاقليم بس كنفوذ سياسي لليكتي، يعني هم الان حوالي المواجهه احنا نحكي على اقليم كردستان، احنا ما بدنا نحكي على نفوذ اتحادي ولا على نفوذ حزب الديمقراطي. في الواقع هكذا، في الواقع هكذا النفوذ، ليس كذلك؟ هو حتى الضيف قال يعني لم نصل لكم في اربيل بعد. هاي الضيف بكيفه يحكي يقول رايه والاراء كلها محترمه اوكي، بس اللي نشوفه في ارض الواقع غير اللي يقال من قبل المعارضين الغير الحقيقيين. هو الغريب انه ارض الواقع الان واقعين، الواقع عند حضرتك غير الواقع عند سيد بابان، ولا توجد كاميرات لنقل الواقع كما هو. يعني حتى ادخل 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 على اي جروب على اي سايت راح تشوف جميع الصور او اللقطات الفيديوهات منشوره، قليله جدا، لا مو قليله ابدا، حتى تعاطي المؤسسات الاعلاميه ابدا مع الموضوع يعني الاعلاميين موجودين والقمع نهائيا ماكو. يقول في أربيل أكو قمع، أستغرب من هذا الكلام. أربيل مدينة حضارية متمدنة، عاصمة إقليم كردستان، شلون بيها قمع؟ خلي يجيب لي دليل واحد. مو بس أنا أحكي أتهم العالم أتهم الحكومة غير أكو دليل؟ وين الدليل؟
ليش في أربيل قمع؟ ليش طلعوا ناس مظاهرات يطالبون بحقوقهم والحكومة قمعهم ودخلهم لبيوتهم؟ هاي الكلام كلام مع الأطفال، ترى وقع الماسك مالهم، الشعب يعرفهم. هالمرة ذاك المرة جابوا 4 مقاعد، هالمرة ما يجيبون مقعدين. إذا شفافية ماكو في إقليم كردستان، شلون رئيس الوزراء سيد مسرور بارزاني هو يطلب من برلمان كردستان يستضيفوه ويروح على جلسة برلمان يقعد 10 ساعات وممثلين جميع الأحزاب موجودة في البرلمان، ويمكن سألوا 450 سؤال، 10 ساعات بس يجاوب على الأسئلة. جميل. زين إذا المعارضة موجودة في برلمان كردستان، صحيح، أوكي، ليش ما قالوا هذا الكلام؟ القبع موجود. خليني أحول هذا اللي تقولينه سيد بابان، أتحدى سيادة النائبة تقول أتحدى من يثبت أن حكومة إقليم كردستان تستعمل العنف في أربيل أو أن استعملته في مكان آخر، ولو أن العنف استعمل حتى في السليمانية على الأقل ثبت عبر ضحايا، وهذا ما لم يحصل، وكل ما تقوله هو حقد من قبل أطراف ضد حكومة الإقليم وضد الحزب الديمقراطي الكردستاني. أولاً يوجد فطر جميل، كلمة الحق يراد به الباطل. الفتن الموجودة معاكم هي ممثلة عن كتلة نيابية في ديمقراطي الكردستاني، وهي عضوة في حزب ديمقراطي الكردستاني، لها الحق أن تدافع عن حزبها، وأنا لي حق أدافع عن مواطنين اللي أنا أمثلهم. ما هي هذه العبارات اليائسة؟ أنا أقول لكم، أنا سيروان بابان عضو برلمان كردستان استخدموا ضدي أول أمس وقبل 3 أيام بأقصى درجاته كل وكالات الأنباء العالمية والعربية والكردية، بثت المناظر المقاطع الفيديو التي ينضرب فيها برصاص مطاطي أوقع على الأرض. ماذا تريد؟ تريد أنه تسيل دماؤنا في الأرض حتى واحد يقول الله يرحمه شهيده؟ يفسر بكيفه أنا لا أقاطع حضرتك، لا من يأتي دورك. أرجو أنه لا تحول هذه لا بس جاوبني سيد بابا، جاوبني، في أربيل تتحدى أن تثبت أن هنالك عنف استعمل ضد أي معارض أو متظاهر؟ أتحدى وأريد دليل من سيد النائب. الآن تسمع. أنت تتحدين، أنا أقول لك في أربيل يوجد قمع سياسي وعسكري في مدينة دهوك لحد الآن، وأكثر من 45 يوم ناشطين في مجال المظاهرات والسياسيين فقط مسجونين، ولا نعرف أي خبر لديهم. وأنا كتبت أكثر من رسالة مع أصدقائي في البرلمان للوزارة الداخلية، أقول نزور المسجونين، مسجونين فقط لأنه كتبوا في منشور في صفحاتهم الخاصة، مسجونين لأنه أعطوا آرائهم. يعني إذا الشعب أراد يوما الحياة ماذا تعمل؟ نحن توجد أساليب قمعية لحد الآن، المواطنون في أربيل لا يسمح لهم يعني اجتماع أكثر من كذا شخص بحجة الكورونا وبحجة المرض هذا. وفي سليمانية إذا هي تتحداني أرجو منها وأنا أقطع لها طائرات تأتي إلى سليمانية إذا هي. بس مش كلام مرسل سيد بابان، يعني التحدي كان واضح، قدم دليل. يعني الكلام المرسل الآن ما شاء الله مملوءة بالفضائيات ومملوءة بمواقع التواصل. خلاص انتهى. يعني الفيديوهات أنا أبعث لكم فيديو ليس لي، أنا خاطبكم، أنا المتضرر، أنا المعتدي علي، أنا الذي ضربني أكثر من 20-30 أعضاء من الأمن الخاص لهم. فهي إذا تعتبر سليمانية خارج قوس الإدارة حزب الديمقراطي الكردستاني فأرجو لا تتكلم باسم سليمانية. وإذا في أربيل أنا عن نفسي أتحداها أسبوع الجاي، هل هي ترجع لأربيل؟ هي تتظاهر معي، هي تتظاهر ضدي وأنا ضد الحكومة. إذا لم يقوموا بقمعي فأنا أطلع غير شيء.
فهل تتقبل هذا التحدي وانا اتقبل التحدي الاسبوع الجاي؟ اجمالا سيد بابان يعني بالنهايه سيد بابان لا اريد للحوار ان يبقى في هالجدليه في هالجدليه، انا اريد ان اتحدث عن تفصيلات تتعلق بالسياسه بشكل عام. السؤال الرئيس، تعتقد ان هذه التظاهرات إذا ما لبيت مطالبها بما يتعلق بالمرتبات وبالوضع المعاشي للكثير من المواطنين سترجع أم لديها نوايا وأهداف سياسية؟ يا أخي قبل هذه الفترة نحن نتأخر عن بقية العالم 8 أشهر في استلام الرواتب والموظفين. هل تذكر السيدة المحترمة بأن الحكومة لا تدفع الرواتب؟ هل تذكر السيدة المحترمة النائبة في البرلمان العراقي وعضو في اتحاد في حزب الديمقراطي أين تتحمل؟ يعني لا البارتي ولا اليكتي يتحملان، يعني أموال لم تأتيهم من بغداد، ماذا يفعلون؟ يفعلون لديهم أموال كافية. أنا أتحدى الحكومة. أي أموال؟ يا أخي اسمعني. أنا قبل فترة قلت للحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان في برلمان، كتبت رسالة، شركات موجودة هم يبيعون نفط. اليوم نحن هنا الآن على هذا الشارع توجد آلاف التريلات اللوريات موجودة محملة بنفط تذهب إلى خارج كردستان. إلى أين يدخل هذه الأموال؟ نحن نبيع نفط أم نشتري نفط؟ نحن مديونون 28 مليار دولار من أين؟ لا، هل هي تجاوب ولا تجاوبني؟ هي أنا قلت كلمة الحق يراضيها الباطل. هي تقول الرئيس سيد رئيس الوزراء ونائبه ووزير المالية أتوا إلى برلمان، أنا كنت جالسا حاضرا 10 ساعات. نعم بالتأكيد. فجاوبنا ما جاوبنا؟ ما قال لنا. جميل، هذه فكره واضحه. ساعود لحضرتك اذا تبقى وقت سيد بابان بعد انك. سيد حمزه، اريد ان اسالك، حكومه الكاظم استطاعت بطريقه لم يفعلها احد قبلها ان ترجع المتظاهرين في التحرير وتفتح جسر الجمهوريه، الموضوع اللي الكثير اعتقد انه اشبه بالمستحيل. الكاظم سواها، هيك نقدر نقول، مو صح؟ تعتقد أن الكاظمي سيدخل لمعادلة ما يحصل في السليمانية ويحقق نصرا هناك في الشمال مثل ما حقق في بغداد؟ يعني توقع ما توقع هذا يعني قد، لكن المفروض يعمل هذا الشيء. وأعتقد اليوم بعد الظهر ممكن السيدة النائبة ربما عندها فكرة أكثر، أنه تم التوصل، أكو وفد موجود اجى الى بغداد. يقول ان المفاوضات لم تفضي الى شيء وكانت النتائج سلبيه. لا، اليوم مفاوضات رئيس الحكومه مع وفد الاقليم لم يصلوا فيه الى اي اتفاق حسب روداول اللي هي مقربه من الحزب، وبحسب العراقيه في انه تم التوصل الى اتفاق بشان حصه اقليم كردستان بالموازنه مال 2021، وان حصه اقليم كردستان ونفي في بين لا نسبه في الموازنه كان بعدين 12.7. اذا هذه مشكله. يعني انا كنت اتصور انه الخبر قريته العصر انه تم الاتفاق، لكن ماكو تفاصيل، لكن اكو ايحاءات بهذا، او مو ايحاءات، انه ارقام 12.7. لا، نظريه النسبه لم تعد معموله. المهم في هذه الحاله السيد الكاظمي امام الان مسؤوليه، لانه هو رئيس وزراء العراق الاتحادي، مسؤوليتين. أولا موضوع الخلاف هذا المستمر بين الحكومة وحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، المفروض يحسم يعني، أو على الأقل يتوضح للناس أنه يعني ماذا يحصل. هل الحكومة الاتحادية هي المسؤولة أم حكومة الإقليم؟ ليش مثلا حكومة الإقليم ما تسلم حصتها من النفط؟ ما هو المبرر؟ أو حكومة الإقليم لديها مبرر ليش حكومة الاتحادية ما تصرف الأموال؟ هذا لازم تحسم. الجانب الآخر هو أنه الآن المظاهرات اللي في سليمانية قد لا يتمكن السيد الكاظمي من ما حصل في بغداد، باعتبار أن التشرينيين إذا تحدثنا بهذا الموضوع كان قسم كبير من عندهم يعني مالوا الى السيد الكاظمي حتى عندما تم ترشيحه. يعني علينا ان نقر بذلك انه القوى السياسيه اللي كانت رافضه للكاظمي كانت وافقت تحت ضغط الشارع، وبالتالي الكاظمي يمكن يملك داله اكثر على التظاهرات وتمكن من تحقيق هذا الانجاز. كما قلت ساحه التحرير فتحت، التظاهرات تقريبا انتهت، الان من تطلع بصيغه اخرى غير الصيغه اللي كانت حدثت، ما حصل قمع
ما عدا ما حصل بالناصرية مؤخرا، وهذا إلى أسبابه اللي المعروفة. لكن في الإقليم قد يتدخل بوصفة رئيس وزراء لإيجاد حل مع الحكومة، أما مع المتظاهرين لا أتوقع أنه هو عنده مثلا هناك يعني مثلا أحد من الجناح بالتظاهرات تابع للحكومة الاتحادية. هو الموضوع متعلق بمرتبات، متعلق بالأموال بالحقيقة. هنا عاد المسألة تتعلق بهذا، إيش قد ممكن يستخدم صلاحيته من أجل يعني إنهاء الأزمة أو علق التخفيف معها، هذه أعتقد. بس هو سؤال جوهري من بعد إذنك أستاذ حمزة. ممتاز ممتاز. سيدة ميادة، السؤال الجوهري الآن، ضيفنا عبر الهاتف يقول أنا لست من الجيل الجديد، والجيل الجديد الآن صار مع الأحزاب الكبيرة، إذا مو الجيل الجديد، إذا مو اليكتي، مو البارتي، إذن هذه التظاهرات لمن؟ هذه التظاهرات أكيد الشعب. الشعب. الشعب، ولكن دائما المظاهرات مخترقة حسب ما قاله زميلي أستاذ حمزة. أكيد المظاهرات، أولا الشعب يطلع من المنازل، يذهب إلى الشارع، إلى ساحات المظاهرات. طبعا هناك قانون للمظاهرات بعد أخذ الموافقة من وزارة الداخلية أو من جهات المختصة، وبعدين يخترقوها. يعني هذا سير كاكا سيروان بابان قال الأربيل القبع بي أكثر، موجود أكثر، ويتحدث عن سجناء فقط لأنهم كتبوا منشورات على فيسبوك. ويقول أنا أتواصل مع وزارة الداخلية فقط لأزورهم. لا، ماكو هيك شيء. هذا ما يقول الرجل، يعني يخلي يقول هذا شخص لا بالمعارضة ولا بالحكومة، أوكي؟ وإذا أشخاص نائب وعراقي إذا أشخاص موجودين بالسجن، الأهالي ليش ماكو تلفزيونات يطلعون تلفزيونات المعارضة؟ ليش ماكو إعلام؟ ليش ماكو فيسبوك؟ ليش ماكو مواقع تواصل الاجتماعي؟ يا أخي احنا في قرن قومو في الجاهلية، زين؟ وأربيل الشعب أربيل يعرفون إذا الذنب، إذا الخلل في حكومة إقليم كردستان ما يتجاوز 5%، ولكن الخلل الرئيسي حكومة الاتحادية. يعني دخلوا رواتب الإقليم مع مواضيع سياسية، خلي رواتب ومعاشات الإقليم. الشعب الكردي طبعا جزء من الشعب العراقي. لماذا لا تقبلون أن يرتبط الموظفين في الإقليم ببغداد وأن يتقاضوا مرتباتهم كما يتقاضى كل مرتبي عبر الماستر كارد أو عبر أي وسيلة موحدة، والحكومة تقول نحن نتعهد بأن يتقاضى كل الموظفين بمجرد أن يرتبطون بنا؟ حضرتك صوتت على دستور العراقي؟ لا يقر لا لا, لا هسه سؤال وصوت لا لا لا, لا يتعاكس مع فيدرالية الدولة، يعني ما المشكلة؟ مادة 117 و121 ماذا تقول مادتان؟ استقلال المالي؟ استقلال إقليم كردستان لها كيان مستقل ولكن في دولة اتحادية، وهذا لا يضر. زين، وعندك كيانات ثلاثة، يعني عندك سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة القضائية، ولها ارتباط بالسلطات الاتحادية. شلون؟ لا إذا بأس. أنت هسه احنا ببغداد، لا مثل ما البيشمركة الآن جزء من القوات المسلحة. من بغداد تسلم الأموال من بغداد. يعني لأنه الواردات اتحاد كردستان مو محافظة مثل محافظة ذي قار أو محافظة ولا أحد يقول محافظة، لكن ارتباط الموظفين لا يقل كردستان بموجب الدستور، يعني مادة اقرأ مادة 117 و121. ما الخلل؟ يعني الموظف يتقاضى راتبه وتنجونه من قصة المرتبات. إيه زين، مثلما ملزمة حكومة بغداد أن تعطي الموظفين ليش هنا. ليش حكومة اتحادية أرسلوا رواتب وحكومة الإقليم ما وزعوا؟ سؤال، وزعوا لو ما وزعوا؟ أصلا حكومة إقليم كردستان هاي 320 مليار جزء من الرواتب، رواتب الإقليم 900 وفما فوق. إن حكومة الإقليم لم تلتزم بما يتعلق بالمنافذ الحدودية، ما يتعلق بالمطارات، ما يتعلق بتصدير النفط، ما يتعلق بملفات كثيرة. أوكي، هسه إحنا في الحكومة الاتحادية. زين، في الحكومة الاتحادية في مجلس النواب 50+1، في مجلس الوزراء 50+1. إذا
50+1 يردون يمررون يشرعون قانون يقدرون لو ما يقدرون؟ يقدرون يحلون جميع هاي الملفات؟ طبعا يقدرون. لا ما يقدرون. شلون ما يقدرون؟ 50+1 هم في العراق ونعرف لحد الان الاكثريه. ما نقدر لا ما نقدر. اذا استاذ الفاضل كان الشيعه شكلوا حكومه لوحدهم وهم 50+1. لا خلي اخدمكم. خلي اخدمكم مثال بسيط، اعطيكم مثال. اذا 50+1 ما يقدرون يشرعون قانون، ما يقدرون يمررون اي شيء، لعد قبل اسبوع شلون شرعوا شلون صوتوا على قانون امرار قانون عجز المالي بدون الكرد؟ هذه بدون جميع الكرد طبعا. لان ضروره. لا ما لان ضروره، لان العراقيين لم يتقاضوا مرتباتهم. زين الشعب العراقي لم يتقاضى رواتبهم. لا الشعب الاقليم وهم هم لان المشكله في حكومته. لا مو مشكله في حكومته، الحكومة الاتحادية اختلط الأمرين، اختلط بين السياسة والرواتب المعاشات الإقليم. يعني موظف شنو ذنبه ما ياخذ راتب؟ جميل. مو هذا هم من العراق؟ طيب أنا حتى استثمر بباقي وقت سيد بابان، ليس من حقكم أن ترموا بكل المشكلة على حكومة الإقليم التي تصارع من أجل أن تأتي بحقوق مواطنيها من بغداد، وبغداد هي التي تتحمل كل وزر هذا. لماذا لا ترفعون صوتكم بوجه بغداد وترفعونه بوجه حكومتكم؟ خليني أتماشى مع السيدة نيابة عضو في ديمقراطي الكردستاني ورئيسة كتلة نيابية لحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد. نعم استاذ سيروان مو رئيسة الكتلة، مقررة الكتلة. يعني مقررة الكتلة. لا تفرق. عذرا، خلينا نقول بانه حكومه، انا بالبدايه قلت حكومه العراقيه وحكومه الاقليم يكذبون على المواطنين الفعل ابو ذيلها، انا لا ابرئ اي احد منهم. ولكن 320 مليار دينار ماذا يمثل عن هذه الضخمه، هذه الثروه الضخمه لكردستان الذي تبيع نفط صار لها كم سنه؟ اولا اين الدخل الشهري او الدخل اليومي من تقايض في قاضاها الحكومه في الضرائب والجبايه والمراكز الحدود؟ تعرفون اليوم دخلت في اقليم كردستان في حدود من سليمانيه من ايران الى سليمانيه 20 قاطره مقطوره محمله يعني اشياء لا نعرف ما هي، مكبسه، لا يدفعون اي شيء تابع لين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ايضا في ابراهيم خليل. لا السيده نياده لا هي لن تقبل التحدي مالتي، وانا راح اتقبل التحدي مالتها وليس جدالا. راح اعطيك اسامي علنا من 15 شخص مسجونين في اربيل واكري ودهوك وزاخور. شيروان شيرواني 17، بدل برواري 8 مسجون. راح اقال الاسامي شويه من اربيل مسعود شنقالي مسجون 36 لحد الان. تحسين ياسين في اربيل من شهر السابع مسجون. انا عندي 15 اسم راح ابعث لكم اياها. خلي تتكرم السيده مياده مع اشخاص مع اعضائهم يستقصون من انه هذه الاشخاص هل احياء في سجن؟ ماذا عنده؟ قتلوا؟ انت تتحدث عن اشخاص اعتقلوا قبل اشهر، هل كانت هنالك تظاهرات؟ قبل التظاهرات، هو قبل شرار التظاهرات احتجاج. اعتقلوا بتهمة ماذا؟ بتهمة منشورات على مواقع التواصل. منشورات على مواقع فيسبوك. يعني ما يا اخي ما هي حرية التعبير؟ حرية التعبير انه انا اتكلم بحريه طبعا في اصول المواطنه. ما هي اصل المواطنه؟ المواطنه له حق، المواطن في كل العالم له الحق وله الواجبات. ماشي، اذا لم تعطيني حكومه حقي فما هي واجباتي؟ واجباتي فقط انه ادفع ضرائب واسكت، لا توجد كهرباء، الماء. ماكو كهرباء بالاقليم؟ يا اخي هذا الكهرباء ما قطاع خاص يدفعون دم قلبنا احنا ندفع. تدري ايش قد يدفعون الناس؟ يعني انتم من 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 بغداد او من جنوب العراق تجون تتشرفون في كردستان، تشوفون ابنيه، تشوفون ابويه، تشوفون مولات. هذه ليس كفايه للحياه. الحياه الكريمه هي بانه الناس تقعد في بيتها يمارسون حياه طبيعيه. نحن السياسيين او البرلمانيين نمارس حياتنا السياسيه، ندعي يعني نخلي الناس ترتاح.
يا أخي لا يوجد مواطن كردي في كردستان مرتاح إلا قلة وقليلة. سامحني على المقاطعة سيد سيروان، لكن في الكامل بالكامل وقت الحلقة انتهى. شكرا جزيلا لحضرتك سيد سيروان بابان، كنت معنا عبر الهاتف، كنت ضيفا كريما، نتمنى السلام للجميع. ميادة النجار عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، كنت ضيفة كريمة، شكرا جزيلا لحضرتك. أريد دقيقة واحدة تفضلي، راح أتابع هذه الأسماء مع وزارة الداخلية. سيد بابان ابعث بالأسماء للسيدة ميادة، وأيضا خلي هو يتقبل الحقيقة، إذا هناك دليل خليه يدز لي الدليل. القمع شلون موجود، شلون شكل القمع الموجود. جميل جميل. ذلك سيكون أحمر. اتصال بينكما. أشكر شكرا جزيلا أستاذ حمزة مصطفى الكاتب الصحفي، كنت ضيفا كريما، شكرا جزيلا لحضرتك. أنتم أستاذ المشاهدين كذلك أشكركم، شكرا جزيلا، ليلة سعيدة لكم وإلى اللقاء.